طبعا كيف ما سبق لي ووضحت هو ان هذا التقرير ديال الرصد الاعلامي، الرصد والملاحظه الاعلاميه المستجيبه لمقاربتنا، ماشي تقرير تقني. هذا التقرير كان الهدف ديالو جوج اساسي. الهدف ديالو هو تقويه قدرات واحد المجموعه من الشباب والشابات، 50 شاب والشابه اللي اشرف على اعدادي الى جانب الاستاذ طبعا وعضوات الجمعيه الديمقراطيه نساء المغرب على اعداد التقرير. كان الهدف هو اننا مع هاد الشباب ندوزوا ثقافه جديده، وان الديمقراطيه راه ماشي مساله مرحله، ماشي غير من هاد المرحله ديال الانتخابات، وان الديمقراطيه راه مساله ديال قناعات، مساله ديال مبادئ، وان الديمقراطيه هي مساله ديال كيفاش انا كشاب وشابه ندير عمل على راسي، ندير عمل على راسي على اساس انني منين نكون في صفحات، منين نكون، وخاصه اليوم ان شبابنا كله كيستعملوا المواقع التواصل الاجتماعي، نعرف كيفاش ننشر ثقافه بديله. راه ما يمكنش اليوم الديمقراطيه تكون دون مساواه، والمساواه تكون دون ديمقراطيه. هذا واحد. جوج، هذه العمليه ديال الرصد الهدف ديالها اشنو هو؟ ماشي التقرير غادي يبقى يعني في الرفوف، الهدف ديالها هو ان بالفعل نحن محتاج الى اصلاح شامل ماشي جزئي. الترسانه القانونيه المنظمه لوسائل الاعلام وجميع الوسائط الاعلاميه بما فيها الجرائد، بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي، بما فيها الاذاعه والتلفزيون، يعني السمعي البصري المكتوب الورقي والالكتروني. واليوم خاصه في هذه الظرفيه اللي المواقع التواصل الإلكترونية أساسية ومهمة، إذا غادي نديرو، وهذا هو الأساسي. راه تقرير عندكم يمكن لكم تاخذوه وتنشروه، ولكن الأساسي هو ماذا بعد؟ واش غادي نبقاو فقط راهيني هذا التقارير كنديروها كل 5 سنوات، أم أننا سنتجه نحو، وهذا هو ما ستقوم به الجمعية الديمقراطية نساء المغرب، ستتجه نحو خوض حملة ترافعية في اتجاه لهكا، على أساس أنها تدير عملها، العمل ديالها اللي خصو يمشي في اتجاه أن اليوم ما أحوجنا إلى التربية على المساواة والتربية على حقوق الإنسان، ونشر ثقافة المساواة ماشي الاكتفاء بها بشكل موسمي. هذا واحد. جوج، أن التعامل مع القضية ديال تغطية الحملات الانتخابية ماشي مسألة تقنية، ماشي مسألة مدد زمنية حسب التموقع ديال الحزب داخل قبة البرلمان وشحال ديال لا، أن التغطية الانتخابية أو مرور الأحزاب واستعمالهم لهذه القنوات العمومية ودخولهم إلى المنازل يجب أن يكون وفق معايير على رأس هذا المعيار، ماشي فقط التدافع الحزبي، على رأس هذه المعايير واحترام المساواة ونشر المساواة وتوضيح أي مجتمع نريد. داخل هذه القنوات خصو يوضحوا لنا كل حزب، حيز يوضح لنا أي مجتمع نريد، واش مجتمع فقط يمشي برجل وحده، أو مجتمع قادر أنه يمشي برجليه بجوج، برجاله ونسائه. لأن كيف ما سبق لنا وقلناها مرارا، المرأة إن لم تدمج في التنمية وتكون أساس التنمية ستعرقل العملية التنموية داخل البلاد. نقطة الثالثة والأخيرة هو أن اليوم نحن محتاجين إلى استراتيجية واضحة لتدبير مختلف الوسائط الإعلامية، على أساس أن هذه الوسائط يكون الهاجس الأكبر ديالها هو نشر ثقافة المساواة. العنوان البارز الذي يمكن إعطائه لعملية الرصد والتتبع هو ضعف حضور المرأة كقضية أو كشخص في التغطيات الإعلامية وفي الخدمات السمعي البصري والمكتوب بجميع أنواع التي قمنا برصدها. من خلال المؤشرات التي استقيناها استخلصنا مجموعة من الخلاصات والتوصيات هامت 3 مستويات. الأحزاب السياسية باعتبارها مسؤولة على عملية تفويض وانتداب النساء في البرامج الحوارية وفي الحملات الانتخابية، ثم وهي مجموعة من التوصيات التي شملتها. المستوى الثاني يتعلق بوسائل الإعلام والتواصل، سواء على مستوى حضور النساء أو تحقيق نوع من المساواة بين الصحفيات والصحفيين في النشرات الإخبارية أو في البرامج الحوارية، أو من خلال الضيوف اللي تعود عملية مسؤولية استدعائهم إلى وسائل الإعلام. ثم المستوى الثاني يتعلق
يتعلق بتحقيق إقرار نوع من التعديلات القانونية والمعيارية أو المؤسساتية، خاصة ما يتعلق بها بتعديل القانون المتعلق بالانتخابات في الشق المتعلق باستعمال وسائل الإعلام والتواصل من قبل الأحزاب خلال الفترات الانتخابية في اتجاه إقرار نوع من المساواة في الحضور في هذه الوسائل بين النساء والرجال. إذن هذه ثلاث مستويات من التوصيات.